يتصدرون محافظات الوسط والجنوب كمًا ونوعًا. مزارعو العنب في بابل للموسم الثالث على التوالي يحققون وفرة في إنتاج المحصول ويسوقون الفائض إلى المحافظات المجاورة وبأسعار زهيدة تنافسية. اشتهر مناطقنا بزراعة العنب عن جد عنب ومن قديم الزمان، واختصاصنا الأول هو العنب. ناتج محافظة بابل نصدره إلى بقية محافظات العراق. الناتج وفير بس الأسعار رخيصة بسبب جائحة كورونا وكثرة المنتج. إنتاجه وفير، يعني الدونم يتراوح إنتاجه من 7 إلى 10 طن أو خير من الله. العنب داري بالسماد حيواني وكيمياوي، والعناب أنواع الفرنسي والحلواني، وسعره يتغير من سعر إلى آخر. وطورنا العنب من حلواني ودياس العنز والشدة. هسه الشدة أنواع صارت، شدة تركي وشدة فرنسي إضافة إلى بقية الأنواع. مدير زراعة بابل أشار إلى أن تميز المحافظة في إنتاج العنب كان بسبب حرصهم وتضافر الجهود المشتركة بينهم وبين الفلاح، لا سيما في توفير المبيدات والأسمدة. إنتاج العنب بالكميات والأسعار المتيسرة، اليوم المواطن ما يعاني عند شراء العنب وبأسعار زهيدة جدا. هذا ما أجى من فراغ، هذا أجى من تضافر جهود إلى موظفي مديرية زراعة بابل. أجى بعد خدمات، بعد تجهيزات زراعية قوية، أسمدة، مبيدات، أسمدة بنوعها الداب والمركب وبأسعار مدعومة أيضا، وكذلك المبيدات متوفرة إلى الفلاحين حال وصوله إلى الشعبة الزراعية ضمن منطقة عملهم يجهزون باحتياجاته. أكثر من 67,000 طن من محصول العنب في بابل لهذا الموسم. وفرة في المحصول مكنت من تحقيقها خصوبة الأرض وحرص الفلاح على منافسة المستورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعائلة العراقية. من بابل، إيمان محمد، العراقية الأخبارية.